عليكم يا اخواني، مساكم الله بالخير. تم الوصول الى دبي وفي الاستقبالها. ثانك يو. شكرا. جزاكم الله خير، ما قصرتوا. بيض الله ويوفقكم، جزاكم الله خير. ما رد عن فضلكم. يا مرحبا ابو راشد. يا مرحبا ابو خلع الله بالخير. جمعه طيبه، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. ابو راشد، حي ابو راشد، حيه. هل شيء مستانس؟ انت مرتاح؟ احنا شفناك متضايق شويه. قلنا كله لا ابو راشد تم يتضايق. حبيبي والله بقول لك شيء. قول. انا لو اجل من زمون بتم اسقط. لو دي كل مره بسقط. فها وقت لا مسخره. انا اقول لك ايه كيف؟ هذا روح تمشي على راحتك. فاهم؟ مسخرة بها. تمسخرتهما. سؤتينهما. ترون خيري. ما يبي. يلا براشد، يلا براشد. هذا وقت مسخرة. اخواني ابو راشد سوى قصيده حق المدبر. وش قال؟ خل الزمن يرجع، خل الزمن يرجع. ابا الله يحييكم اخواني، يا مرحبا بكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. او خل الزمن يرجع. ضمهن، تعال شوف العربون، تعال شوف كيف الخط مستونسه. ضمهن مزرعتك، ضمهن. أبا عطني وعد يومين. شيله وعد، وعدته بس أطير عنه. طر خلص. شوف وين واقف، شوف وين واقف. خقاق واحد خقاق. تعال يا أبوي هنا، تعال ما صابر عنك انا. تعال اليوم من كثر الضيقه اللي فيه صرت واضي ضيقه. صرت اي نعم، مره هناك صرت اعق ضيقي كله هناك. تعال يا ابوي، ما شو انت صرمه مردوزه صرمه. دعوة طيبة نبها حق متابعينا اللي يتابعونا ويسعدونا بكلامهم الطيب. الله يسعدهم إن شاء الله بهذا الوقت المغرب، مثل ما يسعدونا بكلامهم الطيب. ويوفقهم ويحفظهم ويحقق لهم أمنياتهم. آمين يا رب العالمين، والله يشيل عنا الوباء يا رب، ونتلاقى نفسه قبل وأكثر. يا مرحبا ومسهلا بيكم. ما أبو راشد هو بروش. ما أبو راشد أيا من قال هالكلام؟ قولوا أبو راشد. وقت مسخر الأنست أين علي بعدني. هو الله يسعد كل من يتابعنا والله. ما ابو راشد يا مان. مرحبا ابو راشد، ارحب مليون. شو الاخبار؟ ما شاء الله، وصلنا طول عمرك. بيض الله ويهم الجموع، طول عمرك كوكيز. هذا حتشوفه. يا سلام سلم. وهذا خليتني، هم اسمه تماغو. تماغو تماغو اينو يا رب. البيت ومن الاخر بدون مجامله. اهم شيء اللي طلع من داخل. اين وش مكتوبها؟ وقت لا مسخره. كيكوز تشيز كيك. تشيز كوك. تشيز كيك. وقت لا مسخره وصلنا. اهم شيء هذا. يا جماعه الخير،
اخواني وصلنا هذا المشروع سويتات مشروع منزلي، واهم شيء في الموضوع انه المشروع مرخص من دائرة التنمية والاقتصاد. اسمها وش يا ابو راشد؟ تيماغو، واللي يجربها لا غلطون. بأمونة انا قدرت لا اصبر، هو دايس يصورني يا ساكن علي. لا هذا تيماغو يا اخواني طبعا يسووا له اي مناسبه مثل توزيع الاعراس، المواليد، العيد الميلاد، وباي لون يا ابو راشد، اي لون في خاطرك يسووا لك والامور طيبه. هو ده ازرق احنا تبوه احمر ابيض اصفر كل نوع، اي لون اي لون حبيب بيض ويهم غيره. اهم شيء هذا التراب يصير على ذوقك وذوق ابو راشد يا جماعه الخير. مره ما لازم نتكلم الله مو اجامل. غيره يا ابو راشد غيره. الكوكيز مفتح بشيس تصور. دامك انت تاكل انا كني اكل. رايك في الكوكيز؟ بس 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 مسخره. السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور يا مرحبا الساعه بالجميع. طبعا فرصه سعيده ان التقينا بالاعلامي الغني عن التعريف، الاعلامي ابو خالد. مرحبا يا مرحبا مليون، نورتونا وشرفتونا وانشتونا، عسى الله يحفظكم. جزاك الله خير. سلطنة عمان تاج راسنا السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه. آمين. الشعب العماني الشقيق واهلنا وجماعتنا. جزاك الله خير. لكن يا اخوي شوف يوم فخري باذني يا العمار وانت تتكلم. لا يا ريول تكلم بخول. معك تفضل. عم فخلك لبدو فخري باذني زياتنا يا ابو راشد. يا ابو راشد زين ومشكورين والله اني فرحان والله العظيم ان احنا فرحانين اكثر من البارحه لليوم والله اني متنومس. الله يجزيك خير والله ويك، واحنا بمانه نومسنا اكثر واكثر يوم سمعنا انك تتابع، وفرحتنا بتكتمل يوم بيكون عندنا المتجر. الله الله انا يا جماعه الخير نستانسنا والله ان فرحنا فرحه ما بعدها فرحه، يعني تستانس يوم تسمع انهم اعلاميين امثال ابو خالد يتابعوا اسنابنا. اول شيء طال عمرك شوف نحن اليوم في وقت نحتاج إلى الحقيقة وإلى العفوية. الله الله. وأيضا بغض النظر عن إعلامي ولا غير إعلامي، أنا يوم أكون متضايق والله العظيم متنكد من ضغوطات العمل وضغوطات الحياة وضغوطات كورونا، أدخل سنابكم أشوف يعني شباب راقي وفي نفس الوقت بقالب كوميدي ومفيد، يعني مواقفكم طيبة عفويتكم. الناس اليوم فهد تراها تبى العفوية. الله الله نعم. فيشهد علي الله من أفضل السنابات اللي أنا أتابعها والله بدون مجاملة، والله شاهد علي سنابك يا فهد. الله يبيض. وعندك ربع أخوان شمة المحزن مليان براجل. الله محزن مليان محزن مليان. وأخونا المبجل الله يحفظه بالعريج. زين وإن شاء الله قريب إنه بنشوفه. وإحنا طبعاً هلا بينا تواصل، لكن اللقاءات قلت حسبة الكورونا وما كورونا وكذا. نعم نعم. لذلك أوصيكم استمروا، نحن كتوفنا بكتوفكم. الله الله. وإحنا مستمرين بمتابعتكم وكلامكم الطيب. أيادينا على كتفك يا فهد. بيض الله وياك. أنت والرب اللي عندك. بيض الله وياك. وهنيئا للشعب العماني الراقي اللي فيه شباب أمثال فهد ومثال نقول الشحي ما بنقول أسأل. الله يبيض ويها ومثال البجة العفوية والطيبة يعني استمروا ولكم مستقبل، يعني لكم مستقبل. أنا أقول لكم إذا استمريتوا على نفس النهج هذا لكم مستقبل باهر في المجال الإعلامي بإذن الله الواحد. بإذن الله. جزاك الله خير يا ما قصرت يا أبو خالد. هذا واجب وهذه حقيقة الله شاهد علي. أنت كم سنة في الإعلام يا أبو خالد؟ أنا الحين داخل 22 22 سنة. هي نعم. لا بعدنا احنا بعدنا. لا بس لا شوف بخبرك شيء، انتو اليوم يعني هذه حقيقة ولا بد ان تقال. اليوم طال عمرك السوشيال ميديا او الاعلام الحديث، يعني لو اقارن نفسي انا بالاعلام الحديث، لا انتو لكم طريق وتدخلون الى قلوب البشر اسرع منا احنا، وتدخلون بيوت الناس اسرع من التلفزيون نفسه. التلفزيون عنده اوقات معينه يعرض برنامج كذا وكذا، لكن فهد لا سنابه في اي وقت، الفجر العصر المغرب اي وقت تبى المتابع يحصل يتابع فهد بيبي
يدخل على تليفونه بيطالع. الله الله. لكن التلفزيونات كذلك ليك محبين يا اخوي يوسف بعد ترى العين ما تعلن عن حاجه ابو راشد. نعم نعم. اقول لك يعني نحن امس كنا مجتمعين، انا بس احب اقول لمتابعينك الكرام واريد يعني ابشرهم ببشاره. يعني الحقيقه يا اخوان احنا امس اجتمعنا تقريبا لحد الساعه 3 الفجر مع فهد ومع الاخ الشحي فابو راشد، فكنا نتكلم ان في المستقبل القريب راح يطلعوا لكم بحلقات تلامس هموم المجتمع العربي وتلامس قلوب البشر اللي تعالج بعض المشاكل بقالب كوميدي وهادف ويستفيدون منه المتابعين الكرام، وهذه ان شاء الله يعني بنتعاون فيها ويا الاخوه ان شاء الله. الله يجزيك خير وشرف لنا. طول بعمرك. شرف لنا. جزاك الله خير. لا ترتمني بس كان بغى اقول لك باخر كلمه ربهم ولا لا انا لا انا يوم في انا شوف يوم بنبدا نصور تراني عصبي وصارخ صوتي يقلب. انا هود اللي ادوره اما اذا استوي بيرد انا ما ويوك. اذا خبروني عنك الضارب يوم احد يعلي صوته لا ويرب لا بس كذا انفعل تلطيم عنده ضروري ها. لا بنجيب لك المبجل وحط غيظك فيه بس دوم تعب ودولي واحد توني بخيل كذا. شرفنا يا اخوي يوسف جزاك الله خير. حبيب حبيب نورت دبي. منورك منورك يا طويل. بنعلن الوجهة القادمة وين لين ما نوصلها إن شاء الله. الله الله تم. حكنا ونسنا أبو راشد يومين وبيزي المطاح. تابعوا الجديد مور طيبة. خلك جاهز يا الحبيب. نسوي قبل ما يطلع ابو راشد من الحمام. ما بنكثر لي وايد احنا ما بنكثر لي. بس يسده. يسده ويسده. ماشي تمام. لا زمان يرجع يا ابو راشد. انت بس فول حلي 24 ساعه للتصوير تصوير وقت نعاس لمتى متى من نعاس والله انا اصلا غلطان اقابلك انت ابو راشد. كلمه للمتابعين. متابعين 24 ساعه متابعين نعاس نعاس يا ابن الحلال نعاس وقت مسخره ابو راشد. ابو راشد اخابرك ابو راشد ما حيدك تقفى بالمتابعين وين زمان ارفع كاميرتك ابو راشد. او ابو راشد كلمه للمتابعين تصبحوا على خير. انت من اهل الخير بس مولك طايح لك صور طايح لك صور هم عم حط لي يد انا سلامات ابو راشد سلامات عليك صفعك ولا صفعك سلامات ابو راشد وش قال حي ابو راشد حي ابو راشد انت بعدك ويا التصوير اخي التصوير خليك حبيه يصلي على النبي انت بدفن كتر لحمات مو بروشد هما بروشد اوي بنك اللي حرقني حيط لي تيزوب قم منك قم يا روسك
يا اخوي بتفضحنا ما فضيحه بيفزع علينا اللي بالفندق كله. فها نص طلعت بدفنك دفن هابي. لا والله والله النت مسخر والله النت مسخر والله اقول لك والله كلمه تصعب السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.